لكن بتظلمهم. طبعا بس الموضوع الكابتن برضو مجالس الإدارة برضو بتعتمد على ان انت عايز بطولة ماشي. وان انت عايز ولد يعني احنا جنب القطاع لازم يكون في كمان اكيد 3 4 لا لا انا معاك سوبر ستار موجودين. لا ما انا ما بقولش لا بتبقى صعبة. انت شايف بس العدد يقل شوية الاجانب يقل شوية عشان تدي فرص. اولا هتفيد نمرة واحد منتخب مصر ونمرة واحد النادي. ما انت برضو تكلفة كبيرة قوي على النادي ما بتيجي صحيح حد بيكلفك كتير قوي صح. طب ما يعني بص يا كابتن هاني لو هو هيجي يلعب على عينه وعلى راسه هيلعب الماتشات كلها على عينه وعلى راسه هيلعب الماتشات كلها يكون فارق قوي كمان عن اللي عندك. لكن ما اجيبش انا واحد مع احترامي لكل الانديه المصريه وبعدين قاعد احتياطي ماتشين ثلاثه ما بيلعبش. ما بيلعبش. طب ما انا الماتشين ثلاثه دول لو قعدت ناشئ وحتى يعني ايه اما بيجي يقعد في الاستاد يشوف الجمهور يبقى فيه شايف حاجات مره في الثانيه هتلاقيه بدا يديك وقلبه معاك وروحه معاك ومتربي عندك في النادي هتفرق كتير جدا معاك. لكن انا شايفها يعني انا افضل يعني زي ما لغوا حكايه الحراس المرمى يقلل العدد شويه هتفيد الكره المصريه كده. طبعا هتفيد الكره المصريه وهتفيد لعيبتها. طب انا عندي سؤال بالنسبه لعمليه التقليل. انت حضرتك مع ان النادي الاهلي فعلا دمج يعني كنت في القطاع كان في اكتر يعني كان من كل 2001 فرقه واثنين وثلاثه واربعه بتتكلم على 9 أو 8 فرق موجوده دلوقتي. النادي الاهلي اعتقد ماشي بسيستم افضل شويه انه دمج وافضل اللاعبين في كل مرحلتين يعني 2001 اتضمت ل 2000 وبقى فرقه واحده المميزين منهم. شايف الدمج ده ازاي ويفيد ازاي الفريق الاول؟ شوف انا من احسن الحاجات اللي عملها النادي السنه ويمكن انتوا فكرتوا في كده انت وكابتن فتحي وكنتوا عايزين تعملوها بس الظروف ما سمحتش. قبلها الدكتور عمرو بن مجد وكان عايز يعمل يعني قصدي اقول لك الدمج. ما هو انت في النهايه انت عايز ايه من القطاع؟ عايز بطولات؟ ما بطولات كده كده انت بتاخدها. في النهايه انا عايز اطلع 2 3 يلعبوا لي درجه اولى. هل الكم ده كله هتاخد منه كام في النهايه؟ برضه هم 2 3. فلما دمج الفرق هو انت خدت المميزين جدا جدا في الفرق. اي نعم ممكن يهرب منك واحد. وضع طبيعي انا ممكن اخطأ وغيري ممكن يخطأ في الاختيار لكن في النهايه انت عايز المميز جدا صح. الصرف في النادي هيقل مظبوط. هو تغذيته هتبقى احسن ملابسه هتبقى احسن كل حاجه بالنسبه له هتبقى احسن. المدرب هيكون تركيزه في الملعب. انا كنت بشوف مدربين بيدربوا 40 لعيب في الملعب و35 لعيب ازاي هيجيب تركيز وهيركز مع الفرقه ازاي دلوقتي العدد اما قلل العدد وقلل عدد الفرق مزبوط. التركيز اكتر بقى عندك يعني معلش زي ما حضرتك بتقول دلوقتي اما يكون 40 هو معلش فيهم كام لعيب كوره كويس ممكن يطلع فريق الاول 5. طيب انا اخد الخمسه دول مع الفرقه الاكبر مع العشرة بتوع الفرقه الاكبر عملت 15 20 لعيب هم دول اكيد هيطلع منهم حد كويس. الباقي هم معلش هم موجودين عشان اكمل بيهم دوري عشان اخد بيهم مسابقه لكن في النهايه مش هيطلع لك منهم حد وفي الاخر انت هتمشيهم يعني في الاخر معاك. هتستغنى عنهم فانا وبصرف عليهم كتير أيوة جدا أيوة. فانا لما ضميت ده انا خدت المميزين في ناس مشيت ممكن يبقى مشي في ناس كويسه حسب المركز لكن في النهايه ده صح